ازيكم يا شباب؟ الاخبار عاملين ايه؟ الناس كده سامعاني كويس؟ مريم انت سامعاني؟ اه يا دكتور، انا سامعاك. اه، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ اه الحمد لله تمام. اه ننتظر بس الناس تدخل. تمام. هو احمد دخل. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. اخباركم ايه؟ الحمد لله تمام، معلش مساء الخير. ربنا معلش يخليك. اخرت عليكم. لا لا ولا يهم حضرتك، تمام مفيش مشكله. لا ولا يهمني. تمام اوكي. وفين فين بقيه الناس؟ هنستنى بقى لما بقيت الناس هما أكيد هيجوا دلوقتي. ما أنا كنت قايل منبه على الموعد. يوسف كان دلوقتي فاتح وطلع تاني وهيقعد. أو ممكن بس يكون في مشكلة إنترنت أو حاجة، ممكن ممكن تكون يكون. مشكلة إيه. طب ننتظر كده لغاية لما الناس تدخل بس كده. تمام مفيش اوكي. مشكلة. أو يامن معانا؟ ازيك يا يامن؟ صح يا دكتور. الحمد لله. ويوسف دخل كمان. اه يوسف، بس هو يوسف عنده في مشكلة في المايك الظاهر كده. ده بيتكلم اهو. لا لسه. او ماهر، محمد ماهر. انت محمد خلاص المايك عندك اتظبط؟ تمام كده حضرتك سامعني؟ اه تمام. طب وبالنسبه ليوسف المايك عندك شغال يا يوسف خلاص؟ سامعني يا دكتور؟ اه تمام يا يوسف. اه تمام. اعتقد ان الناس كلها المايكات ظهر عندي ان كلها شغاله، مفيش مشكله ولا واحد فيكم في المايك. فاضل دلوقتي واحد عبد السلام داخل اهو منتظر. عبد السلام دلوقتي انت سامعنا كويس؟ الصوت عندك واضح؟ الله. اه واضح. ويلكم مستر عبد السلام. ازيكم خير؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، سنه جديده عليكم كده دايما يا رب. ان شاء الله ربنا يخليكم. الله يخليكم. النهارده ان شاء الله يا شباب المحاضره اللي قبل الاخيره، اللي طبعا تعتبر اول محاضره بتتاخد على الاي ليرنينج، اللي هي الاسبوع ال 12 بالنسبه للكورس بتاعنا اللي هو الريسيرش ميثودولوجي، اللي هي عباره عن مناهج بحث علمي اللي هي ساينتفك ريسيرش ميثودولوجي. النهارده ان شاء الله يا شباب هنعمل برزنتيشن كل واحد فيكم لمده يعني يتراوح ما بين 10 مينت ل 15 مينت، هيعرض الموضوع بتاعه اللي هو كان عمله على مدار السمستر، البروبوزال بتاعه اللي هو مشروع البحث اللي هو اساسا اللي احنا اتفقنا عليه، شكل الفورما نفسها
بتتعمل ازاي البروبوزل. وطبعا اتفقنا قلنا الفورما بتاعت البروبوزل عبارة عن ايه، اي مشروع بحث لما بتيجي تعمل اي ريسيرش بتتعمل ازاي. طبعا باختصار طبعا عشان ما نضيعش وقت، طبعا بنبتدي الاول بالتايتل اوف ريسيرش، تختار عنوان البحث الاول وتكون حاجة ريليتد بالعنوان اللي انت ناوي تتكلم عنه. طبعا عشان انتوا حضراتكم الميجر بتاعكم اكاونتنج، فاغلب المواضيع بتاعكم يعني تكون ريليتد بالاكاونتنج او بالاكاونتنج او الفاينانس. طبعا بنختار الاول التايتل اوف ريسيرش، عنوان البحث بتاعك. وبعد ما بتختار التايتل اوف ريسيرش، الخطوه اللي بعديها نيكست ستيب، بنبتدي اول حاجه بالانترودكشن بالمقدمه، وبتختار اول حاجه المقدمه اللي انت هتتكلم عن، تكون ريليتد بالتايتل اوف ريسيرش بعنوان البحث بتاعك. بنبقى حوالي باراجراف او تو باراجرافز للانترودكشن، مقدمه نبذه مختصره عن الموضوع بتاعك. اول حاجه بتبدي اول حاجه من ضمن الرولز، من ضمن القواعد بتاعه الريسيرش ميثودولوجي. وطبعا بعد الانترودكشن بنختار اول حاجه البروبلم ريسيرش، ايه مشكله البحث بتاعك. البروبلم ريسيرش هو عباره عن ايه، البروبلم بتاعك، بتحدد المشكله بتاعتك. بعد ما بتحدد مشكله البحث البروبلم اوف ذا ريسيرش، بنكتب طبعا الاوبجكتيفز الاهداف بتاعتك. وبعد الاوبجكتيفز اوف ذا ريسيرش بتختار الامبورتنس بتاعتك، الامبورتنس اوف ريسيرش، اهميه البحث. وبعد الامبورتنس اوف ريسيرش، طبعا احنا اتفقنا مع بعض ان شاء الله في الفاينل اكزام ان احنا هنزود ايتم تانية، وهنتكلم عن حاجه اسمها الريفيو اوف ليتريتشر، اللي هي الدراسات السابقه. الريفيو اوف ليتريتشر اللي هي طبعا بتحدد 3 4 دراسات ريليتد بالتايتل بتاعك. بعد ما بتختار طبعا، او بعد ما انت بتتكلم عن الريفيو اوف ليتريتشر، بنتكلم طبعا عن المين بودي بقى، البحث نفسه اللي انت بتتكلم فيه. طبعا المين بودي ده مش مهم قوي بالنسبه لي، ان يعتبر المين بودي هو ده البحث اللي انت هتتكلم فيه من خلال عنوان البحث بتاعك. وبعد المين بودي ليتشر ريفيو يا دكتور، الليتشر ريفيو ده اللي هنزود عليه زياده ان شاء الله في الفاينل بتاعنا باذن الله، اللي هي الليتشر ريفيو، ان انت بتحدد 3 4 دراسات ريليتد بالعنوان بتاعك. خلاص، بتشوف دراسه فلان كذا، دراسه فلان فلان كذا، تختار 3 4 اشخاص او 3 4 دراسات بيكونوا اتكلموا عن الجزئيه اللي انت مختاره. وبعد كده في النهايه خالص، بعد ما طبعا بعد ما بتكتب بقى موضوع البحث او متن البحث بتاعك المين بودي، بنتكلم بقى عن الكونكلوجن، النتائج اللي انت توصلت اليه من خلال الريسيرش بتاعك، الكونكلوجن بتاعك. وبعد الكونكلوجن لو في ريكومنديشن، بتشوف انت لو حبيت ان انت بتكتب انت كريسيرشر كباحث، ان انت بتحدد الريكومنديشن بتاعك، بتوصي البحث بتاعك بايه. وبعد الريكومنديشن طبعا لازم اي ريسيرش لازم يكون في ريفرنس، ما ينفعش يا شباب اي ريسيرش ما يكونش في ريفرنس، فالريفرنس ده مهم جدا، very important. فبالتالي طبعا لازم اي بحث لازم يكون له ريفرنس. وريت لك شكل الفورمه بتاعت الريفرنس بيتكتب ازاي، او الفورمه نفسها بتتعمل ازاي. يا اما بتختار، يا اما بتبتدي بالفيرست نيم او بالفاميلي نيم، على حسب كل واحد بيمشي على نظام الريفرنس بتاعه. في ناس بتحب تبتدي بالفيرست نيم، وفي ناس بتحب تبتدي بالفاميلي نيم، وبعد كده السنه، وبعد كده عنوان التايتل اللي انت حضرتك نقلت منه او اللي انت بحثت عنه. وبعد العنوان، بعد ما بتكتب العنوان البحث، بتكتب طبعا لو هي اسم مجله، لو انت واخد البحث اللي انت نقلت منه من مجله، بتكتب اسم المجله، وبتكتب العدد الفوليوم بتاعه، ورقم البيج في الاخر، صفحه كذا. طبعا ده شكل الفورما اللي انا قلت لك ان كتابه اي ريفرنس، كتابه اي مرجع بيتكتب ازاي. فلازم اي نهايه بحث يا حضرات لازم يكون له ريفرنسز، ما ينفعش ان انت تعمل ريسيرش من غير ريفرنس، ان حضرتك الحاجات اللي انت لجأت ليه او اللي انت بحثت عنه، بحثت بناء على مراجع انت نقلت منه، فبالتالي يبقى المراجع اللي حضرتك اللي انت نقلت منه بنذكر الايه بقى، اسم المراجع اللي ايه اللي حضرتك اخذت منه، تمام؟ فبالتالي طبعا يبقى الريفرنسز بالنسبه لك ده فيري امبورتنت، ان احنا في النهايه خالص بتوضح فيه البحث بتاعك. ده يعتبر الريسيرش، او زي ما قلت لك ده الفورما الاساسيه لاي بحث عموما في اي مجال في اي فيلد بتتعمل. خلاص، طيب
هنشوف بقى دلوقتي هنبتدي مين اللي هيعرض لنا دلوقتي اول واحد في البرزنتيشن اللي هيعرض البروبوزل بتاعه. ها يا شباب مين اول واحد اخد بالترتيب لنا. عبد السلام اول واحد حرف ليه حلو انا بتكلم صح عبد السلام فيرست ليتر لا انا عايز اقول لك بس عبد السلام شويه كده الكتشر ريكوردد فعشان ما ايه ما تاخدش راحتك لا ليه السلام يفتتح يا شباب خلي بالكم ان المحاضره متسجله وبتترفع على منصه المعهد فاوريدي معموله لحدك يا امين ده ضحك يعني هزار وكده مش عايزين يا شباب اي حد محترم يتفضل على المسرح دلوقتي طيب الاول محمد او محمد محمد ماهر هنمشي هنبتدي بمحمد ماشي طيب ثواني بقى محمد ابتدي انا طيب خلاص هنبتدي اهو احمد ابتدي اهو اهو محمد محمد ابتدي اهو احمد اللي هيبتدي محمد ماهر جت عليك على طول خلاص جت عليك بقى خلاص بقى يا محمد لا ماهر بقى خلاص احمد ابتدي اهو محمد طيب يلا ماهر يلا بقى يلا اتفضل يلا يلا الموضوع الكورس ده انت كمان بس والبحث كمان الجامعة كلها تخش تسمع صوت اسمي هو فضل. محمد ماهر ياسين انا عامل البحث يا جدعان اه ليتس جو التايتل بتاعك يا دكتور كان عندي اه اتفضل انا مش شايفه قدامك طيب هو مكتوب بريزنتد الدكتور احنا بتاعي ذا امباكت اوف يوزنج اكاونتنج مش شايف انا اوريدي انا اوريدي الفايل بتاعك يا محمد انت مش شايف الفايل بتاعك؟ ايوه هو بان دلوقتي طيب ماشي اتفضل بس عشان النت بس كويس وهي عاملاها معانا كلنا تمام the research title, The Impact of Using Accounting Software Systems on Firms' Performance. The research introduction. Due to the complex of growing society of the accounting system and errors and swelling volume of accounting transactions, هنا بيتكلم بيقول إيه بسبب التعقيدات اللي بتحصل في الاكاونتنج سيستم في نظام المحاسبه عامه من اخطاء و كده يعني it become important بقى مهم من البيزنس عامه بيكون provide with system بيكون مزود بسيستم that could process this and store accounting data اللي هو بيقدر من هو يخزن ويرن يعني الاكاونتنج داتا على الكمبيوتر مثلا ولا على الداتا انت بتسيف الداتا فين with increased speed يعني يكون سريع ما يكونش بطيء انت معتمد على السرعه والتخزين الداتا وكده وبرده يكون في ماسيف ستورج يعني يكون مساحته كبيره يبقى قادر ان هو يستوعب كل المعلومات انت تحطها فيه والبروسيسنج باور بقى ده بقى معتمد على كارت اكيد ده طبعا في السيستم بتاعك as a result بقى من الاكاونتنج سوفت وير ده الاكاونتنج اند انفورميشن تكنولوجي انترفنشن ده هاف انتروديوسد تو ذا وورلد تو ميت ذا جروينج ديماند فور اب تو اب ديت and reliable information يعني لازم تكون الانفورميشن انت تحطها في جديد يعني بتجددها كل شويه لازم تكون جديده يعني تكون من نهايه يعني فيها كل السيستم اللي هو يستوعبها الاكاونتنج عليه معلش يا دكتور بس هو كل واحد 10 دقائق صح حوالي ربع ساعه يا فندم انت عايز ايه طيب اصبر بقى تخلص انت هتاخدهم كلهم في الانترودكشن كده ما انا عشان نخلص بس فاهم سيبني يعني... اركز والنبي يا عم انت هتقرا تشرح كل كلمه يامن لو سمحت اعمل ميوت لما يجي دورك اتكلم براحتك لو سمحت اعمل ميوت انا كنت فين بقى اخرب بيتك اتفضل يا محمد براحتك
لحد هنا هنا لحد الانفورميشن تكنولوجي انتجريشن هاف بي انتروديوسد تو ذا وورلد تو ميت ذا جروينج ديماند فور يو فور اب تمام يا دكتور. من هو كده بقى من لازم يكون الانفورميشن هتحطها على السيستم تكون اب تو ديت. يعني ايه اب تو ديت؟ يعني اللي هو تكون محدثه كل شويه ما تكونش قديمه. ويتش ليد بقى من الكويشن اللي احنا هنعمله تحت بقى نخش بكرة على الاسئله الكويشنز بتاعت الريسيرش على الامبورتنت تحت كده يا دكتور نمبر 3 الريسيرش. احنا المفروض ان الريسيرش امبورتنس المفروض ما يتحطش هنا دلوقتي, هو يتحط بعد الريسيرش كويشنز, بس انت حطيتها قبليها خلاص مش مهم, بس تبقى انت عارف الريسيرش امبورتنس تتحط افتر ذا ريسيرش كويشنز. تمام يا محمد؟ اوكي يا دكتور. ماشي. هو انا كنت معدلها في البحث بتاعي في الميد تيرم بس عشان بس ده اللي هو اللي انا كنت عامله. تمام. نخش على الكويشنز بقى نرجع تاني امبورتنس. ماشي. الكويشن ده اللي هو تحت الامبورتنس. ايوه تمام. What is the impact of accounting software on business performance? Can the accounting software limit wasteful spending? What does the ease of using the of accounting software increase their adaptation and use of by firms? نرجع بعد ال importance كده مش مشكلة. أو أنا عندي ال importance مش مشكلة. نخش في الرزق على طول. تمام. The importance of these features lies in understanding just how much can the accounting software help improve the firms. دي أول حاجة اللي إحنا لازم نزود نعمل improve نحسن من softwares والحاجات اللي هي عشان نفهم نستوعب أكتر accounting على software والكلام ده كله. تمام. وطبعا ونهندل البروبلم هي زي wasteful spending اللي هو الانفاق الزايد عن الحاجات دي كلها, والكاستمر انفويسنج اللي هو نهتم بالكاستمر اللي هو صوت الكاستمر بتاعنا اللي هو نهتم بطلباته كده. تمام. As well as the overall speed بقى والافشنسي والحاجات دي كلها اللي تبع السيستم اللي احنا عايزين نحسنها. تمام. انزل بقى على الريزلتس. ايه بقى الريزلتس اللي انت توصلت اليه؟ ما دي كانت امبورتنس دي اهميه البحث نوصل بقى ريزلتس. هي ريزلتس مش باينه عندي بس هي مش باينه كده. انا باين عندي الريسيرش كويشنز. ايوه بس كده تمام. هو بس ديليد بس ماشي تمام. عندنا بقى اللي هو اول نمبر 1 في الريسيرش ريزلتس من احنا وجدنا من معظم يعني عدد كبير من الابحاث ان هم عندهم من هو في positive relation between using the accounting software and higher business performance. بقى في كده في researches لقيناها كتير على الانترنت من في علاقة قوية ما بين من استخدام accounting software والhigher and the higher business performance. يعني في علاقة ما بينهم الاثنين عشان نحسن من البيزنس وبرضه مع استخدام accounting software. In dealing about with the bank management to small and medium enterprises. Number two في accounting في results. بعد كده برضو من accounting software ده قلل نسبة الأرقام بتاعت قلل نسبة ال employees اللي هم اللي شغالين في الشركة وكده اللي هو needed in the accounting departments. اللي هو software ده أغنانا عن من احنا نعين ناس كتير من accounting كده في القسم المختص بتاع الاكاونتنج which enables the firms to switch من الامبلويز عشان نعمل اللي هو towards بقى ايه بقى more sales generation عشان نبيع اكتر وكده. والاكاونتنج سوفت وير كان also help to determine the most profitable clients
and ensure that the most of the time and the money not invested by the company on the least profitable customers. يعني بيتكلم عن ان هو من الاكاونتنج سوفت وير ده من ان هو برضه ساعد من ان احنا نحدد الاكتر اكتر بروفيتبل كلاينتس من ان احنا نحدد اكتر كلاينتس ان هم نكسب منهم وراهم يعني وانشور ناكد من ذا موست اوف ذا تايم اللي هو الوقت والفلوس مش انفستد مش بنستخدمه قوي في باي ذا كمباني يعني احنا بنستخدمه من البروفيتبل اللي احنا بناخده من الكاستمر مش باي ذا كمباني يعني احنا بنكسب ونصرف منه مش من الكمباني كابيتال بمعنى. It was also found that ease of use not only increased the accounting software chances by adopting the and used by the company, but is also has a positive effect on many aspects of quality and of production of business, such as improve the profits with revenue, with efficiency, with customer satisfaction. من هما ان احنا بقى ايه بعد ما توصلنا الحاجات دي كلها السوفت وير ده قد يعني زاد من الكواليتي بتاع البرودكشن اللي هو الانتاج بتاع البيزنس انتاج البيزنس ان احنا الانتاج بتاعنا عالي وكده وكده ادى لايه من البروفيتس والريفينيوز تعلى والافشنسي تبقى كويسه والكاستمر يكون عنده ساتسفاكشن من الشركه بتاعتنا وكده يخليه عنده اقبال اكتر. تمام. طيب في سؤال يا محمد عايز اساله لك, هو البروفيتس هي الريفينيوز ولا الريفينيوز حاجه والبروفيت حاجه؟ بص كده عندك في نمبر 4 الريزلتس مكتوب هنا امبروف ده حاجه وده حاجه والريفينيوز. طب ايه بقى ايه معنى كلمه بروفيتس وايه معنى كلمه ريفينيوز؟ الريفينيوز اللي هي السيلز ريفينيو. حضرتك كنت قلنا قبل كده من البروفيتس من الريفينيو ده العائد اللي احنا كسبناه من الشركه بتاعتنا اللي هو الخدمات اللي احنا بنعملها ده الريفينيوز اللي احنا بعد ما بعنا وحسب منها الشركه احنا شغالين في ايه بعد بنقسم منها الاكسبنس ده اللي احنا بنطلع ايه بعد كده اللي هو النت بروفيت. النت بروفيت بالظبط. في ناس كتير بتفتكر ان ناس كتير بتفتكر ان السيلز ريفينيو هي البروفيت. الكلام ده مش مظبوط, ان الريفينيوز حاجه والبروفيتس حاجه. الريفينيوز زي ما بتقول بناء على حضرتك كنت عندك او منتج انت بعت الخدمه دي او بعت المنتج اللي عندك وخدت بمقابل فلوس جات لك من خلال الحاجه اللي انت بعتها, بنخصم منها بعد كده الاكسبنسز المصاريف بتاعتك اللي انت صرفتها للشركه بتاعتك عشان تطلع في الاخر النت بروفيت. فبالتالي يبقى كلمه البروفيت غير الريفينيوز. يبقى الريفينيوز حاجه والبروفيت حاجه. البروفيت بينبع منها الايه ها اللي سوري السيلز ريفينيوز بينبع منها بيطلع منها الايه النت بروفيت. تمام. ايوه دكتور ما انت حضرتك كنت شرحناها قبل كده الحوار ده في الاخر بقى هنا بقى الكونكلوجن هنا بقى في الاخر خالص بقى الكونكلوجن ايه بقى توصلت هنا الريسيرش كونكلوجن نرجع الكونكلوجن دكتور. ايوه ان ذا كونكلوجن بقى من الاكاونتنج سوفت وير ده were found to improve the business performance وال profitability as well as the overall efficiency of the accounting firms and especially the small and the medium one. يعني من السوفت وير بقى قدم ان احنا نحسن من الاداء بتاع البيزنس بتاعنا والبروفيتابيلتي اللي هنزود البروفيت بتاعنا as well as the overall efficiency بقى اللي هو دقه الاكاونتنج اوبريشن بقى فور فيرمز زادت especially من خصوصا بقى في المؤسسات الصغيره والمش صغيره قوي اللي هي متوسطه مش الكبيره. تمام بس تمام حلو. شكرا يا محمد. والريفرنس والريفرنس في الاخر خالص عملت الريفرنس في الشغل اللي انت ايه اللي انت نقلت منه او الجزء اللي انت اتكلمت عنه اللي هو عنوان التايتل بتاعك ذا امباكت اوف يوزنج اكاونتنج سوفت وير سيستمز اون فيرمز بيرفورمانس. طبعا هي ريليتد بالاكاونتنج انفورميشن سيستمز اللي هي نظم المعلومات المحاسبيه. طيب شكرا. اللي بعده احمد. شكرا دكتور. العفو. شكرا يا محمد. ايوه دكتور. ايوه دكتور. البحث بتاعك صح؟ اللي هي ريسيرش لسه هيظهر سوري اللي هي ريسيرش اون كوست اكاونتنج اهو انفورميشن
Informatization يا دكتور. Research on cost accounting informatization. اللي هي المعلومات المحاسبية في cost accounting. تمام. الproposal ده أو research ده بيتكون بيتكلم عن المعلومات المحاسبية اللي هي accounting informatization وإن هي إزاي related للcost accounting وإزاي إن هي بتساعد cost accounting في المفاهيم والمصطلحات المهمة اللي إحنا بنتكلم فيها يعني في cost accounting. فاحنا عندنا اول حاجه هنا الانترودكشن بيقول ان الاكاونتنج انفورماتيزيشن هاز بورن جريت انفلوينس تو اكاونتنج لها تاثير كبير على الاكاونتنج از اول يعني اتس ميك جريت ديفرنس ان امبروفينج ذا انتربرايز مانجمنت افشنسي اند مانجمنت ليفل بتاثر على الـ على الـ على كفاءه الاداره ككل وفي يعني مستويات الاداره عامه والاكاونتنج انفورماتيزيشن از امبورتنت فور كوست اكاونتنج تو ديل وذ نيو تشالنجز اند اتشيف كوست ادفانتج يا بتساعد الكوست اكاونتنج في ان هي تقابل التشالنجز وتحقق الادفانتج بتاعتها يعني. وبعد كده عندنا الديفينيشن للكوست اكاونتنج يعني دي حاجه تبع الانترودكشن يعني ان الكوست اكاونتنج از اكاونتنج ذات كالكوليتس توتال اند unit cost of the product to account to account all production cost ان هي الكوست اكاونتنج وظيفتها انها تحسب التوتال كوست بتاعت اليونت للايه للبرودكت لو المنتج اللي انت بايه بتعمل له برودكشن يعني بتصنعه والذا كور كونتنت اوف ذا كوست اكاونتنج از كالكوليتنج ذا كوست ان الكور كونتنت يعني والهدف الرئيسي للكوست اكاونتنج ان هي تحسب التكلفه. طب معلش هو في فرق ما بين كلمه انفورميشن وانفورمايزيشن يعني انت مكتوب هنا كوست اكاونتنج انفورمايزيشن دي المعلومات العاديه انفورمايزيشن حاجه والانفورميشن حاجه اصل خلي بالك كلمه انفورميشن معلومات ايوه الانفورميشن اول الانفورماتيزيشن اللي هي الجمله دي او الجمله دي معناها هو مصطلح كده اللي له علاقه بال يعني المفروض ان هو معلومات او المعلوماتيه يعني حاجه بقدم عنها معلومات يعني هو ده مصطلح يعني هو مش يعني مصطلح مش موجود يعني ما ملوش معنى معين بس هو معناه الاساسي اللي هو الحاجات المعلوماتيه يعني المعلوماتيه يعني بتدي معلومات اكتر من كلمه انفورميشن فهو يعني انت بدل كلمه انفورميشن انفورمايزيشن تمام بالظبط ماشي يا احمد اتفضل. بعد كده بقى عندنا the emergence and the development of cost accounting دور المعلومات المحاسبية دي في development of cost accounting يعني في تطوير cost accounting قال لنا ان cost accounting فيها four stages كان النشأة بتاعتها يعني من زمان اللي هي early cost accounting وبعد كده modern cost accounting وبعد كده contemporary وبعد كده اخر حاجه اللي هي استراتيجي كوست اكاونتنج دول الاربع مراحل اللي مرت بهم الكوست اكاونتنج من اول نشاتها يعني بعد كده ذا كوست اكاونتنج ذا واي اند ذا سيريس سيستم اوف كوست اكاونتنج ار ديفرنت ان ديفرنت ستيجز بتبقى مختلفه السيستم بيبقى مختلف في باختلاف المرحله اللي بنتكلم فيها من الاربع مراحل دول يعني في الايرلي كوست اكاونتنج ستيج اللي هي المرحله الاولى كوست اكاونتنج بيجان تو بروديوس ات مينلي يوزد بروسيس ميثود اور بيرشر ميثود كانت بتستخدم حاجه من الميثود الاثنين تو ميثودز دي والكوست اكاونتنج سيستم ووز مينلي الثاني حاجه مينلي اباوت برودكت كوست كالكوليشن تو ديترماين كوست انفنتوري اند كوست اوف سيل بنحسب هنا الكوست بتاع الانفنتوري اللي هو المخزون والكوست سيلز الحاجه اللي احنا بنبيعها يعني وان مودرن بقى في المودرن كوست اكاونتنج ستيج كوست اكاونتنج انترنت ا نيو ستيج اوف ديفلوبمنت ات مينلي يوزد ذا ستاندرد كوست سيستم اند كوست فوركاست اند تو كنترول ذا كوست احنا بنستخدم هنا حاجتين عشان ايه نكنترول ذا كوست يعني نتحكم في التكلفه تمام كده يا دكتور معلش يا احمد عايز اسالك على حاجه طب لما اجي اتحكم في التكلفه اعمل تو كنترول ذا كوست كده في الحاله دي لما تتحكم في الكوست بتاعتك تحكم في الكوست بتاعتك بناء على ايه بناء على البروفيتابيليتي ولا على ان انا بحاول ادور ان انا اعمل ديكريزنج اوف ذا كوست ولا اعمل انكريزنج اوف ذا كوست ازود التكلفه ولا اقللها هو دلوقتي هو ها لما عشان اتحكم في التكلفه يعني لما اتحكم في التكلفه معناه ان انت بتدور بتقلل التكلفه ولا ازود التكلفه
لا لا اكيد بنقلل التكلفه بتاعت طبعا الانتاج عشان بالظبط. اه لما ان نقلل انت كل التكلفه ما تقلل التكلفه تمنع البروفيتابيليتي ايه الماكسيمم اللي يحصل البروفيت لها هنا في بتاعتنا الحاله او دي؟ الريفينيو ها يا احمد، يعني انا بالنسبه لي انا لو قللت التكلفه بتزيد لما اجي اعمل، بتانكريز لما انا اعمل بتانكريز انكريزنج في اوف ذا الحاله دي. كوست البروفيتابيليتي ايه اللي هيحصل لها بالنسبه لي انا كشركه او ككمباني؟ هتزيد طبعا اوريدي هتزيد طبعا. وانت بتدور يا شباب سامعيني كده بتتكلم على الباي معايا؟ ايه يا دكتور؟ اه حضرتك طلعت من الهوست اه عملت يا لي يا كده ولا ايه؟ بعد كده بقى عندنا ال problems and challenges of cost accounting اه ثواني يا احمد، عايز اسالك problem على حاجه. وال يعني انا challenge كده، يعني انت كده شايف اللي ان انا اه تمام اتفضل. لما انا ادور على الكوست بالنسبه لك، كل ما الكوست بيحصل له ديكريزنج البروفيتابيليتي بيعلى، صح؟ فده يعتبر بالنسبه للشركه حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ بيعلى اه بالظبط. فانت بالنسبه لك لما بتيجي لا حاجة كويسة اكيد، انا كل ما تدور اقلل على البروفيتابيليتي التكلفة بتدور على بتاعت الانتاج البروفيتابيليتي. هزود الربح بتاعي. البروفيتابيليتي ايه بقى؟ لما بتيجي تدور على البروفيتابيليتي بتدور على ان هي تعلى عندك لما يبقى فيه انكريزنج ولا ديكريزنج؟ لا انكريزنج اكيد، بدور دايما ان انا اعمل لها انكريزنج. بالظبط كده. ماشي اتفضل. بالظبط تمام. بعد كده عندنا ال problems and challenges of cost accounting، المشاكل والصعوبات اللي بتواجه ال cost accounting. عندنا بقى بيقول لك ان under the situation of economic globalization being spending up. المصطلح ال economic globalization ده هو مصطلح اقتصادي اللي هو العولمه الاقتصاديه او حاجه زي كده، يعني هو ليه شرح كبير. فهو يعني اللي هو يعني الشمول الاقتصادي اللي حصل في العالم ككل. يعني the new economic environment has appeared، في بيئة جديدة من الاكونوميك ومن الاقتصاد ظهرت وكده، فدي بتأثر على المفهوم يعني على الكوست اكتنت ككل. and the new economic environment bring a big challenges، ان والبيئة الاقتصادية الجديدة اللي ظهرت دي بيجي معاها مشاكل وتحديات كبيرة to boost enterprise and cost accounting and cost accounting ككل يعني. و new economic environment دي brings the following challenges، في challenges يعني دي بعض ال challenges اللي ال new environment economic بتعملها. يعني أول حاجة اللي هي دي يعني حاجات مختصرة لل problems اللي بتواجه ال cost accounting في ظل البيئة الاقتصادية اللي احنا عايشين فيها، اللي العالم كله عايش فيها دلوقتي. أول حاجة إن الـ world competition become more and more fiercely، إن الـ world competition المنافسة العالمية بقت أعنف وبقت أقوى. يعني بعد كده الـ industrial structure changes، الحاجات الصناعية اتغيرت، الهيكل الصناعي أو الحاجات الصناعية يعني مفهوم الصناعة اتغير. يعني و the environment of production develops، البيئة بتاعت الإنتاج عامة اتطورت وبقت أحدث، فعشان كده محتاجين نطور المعلومات المحاسبية بتاعتنا في إن إحنا يعني نكون ماشيين مع التطور ده. و just in time production system appears، just in time production system ده سيستم في الإنتاج وفي في الاقتصاد عامة، في الشغل يعني في التجارة. هو أنا معرفش عنه حاجات كتير، بس هو يعني ده هو بيأثر يعني على الكوست اكاونت. و total quality management has new requirements، ال total quality management يعني جودة الإدارة ككل يعني تطلبت متطلبات جديدة عشان هو just in time نحسن يعني يعني في just in الإدارة time بتاعتنا وكده. production system و activity ده based مهم cost جدا. just in time production system ده مهم جدا طبعا في الشركات. ده انت حضرتك هتاخده معايا تفصيل ان شاء الله الترم الجاي في كورس 2، ان just in time ده مهم جدا. عامل الوقت او تكلفه الوقت ده يعتبر ما شاء بالنسبه الله. للانتاج حاجه مهمه جدا. ان كل ما الوقت يقل بالنسبه لك، كل ما بتحقق تارجت بالظبط اعلى. كده. فطبعا انت بالنسبه لك انت كتايم عشان تحقق الطلبيه بتاعتك بالظبط اه. بالظبط في اقل قدر ممكن، في اقل وقت ممكن، فده يعتبر بالنسبه لك هتوفر لك حاجات كتير، هتوفر لك مصاريف كتير كتكاليف، هتوفر لك ميه وكهرباء وغاز واضاءه وحاجات تانية كتيره. فبالتالي يبقى جاست ان تايم برودكشن سيستم ده بيتدخل جدا في التكاليف. ده أكيد بيعتبر مهم تمام جدا عشان ده بيساعدني في ايه، ان انا اقلل التكلفه بتاعتي. بالضبط اه وان انا طالما ان انا بقلل التكلفه البروفيتابيليتي ايه اللي هيحصل لها هنا؟ تمام أوكي. هو هتقلل كمصطلح just in time. وبتزيد بيحصل لها increase أوكي تمام.
اوكي، المصطلح انا ما كنتش اعرف عنه حاجات كتير، لان انا لسه ما درستوش يعني، بس انا كنت عارفه كمصطلح يعني. ايه يا شباب، سامعني؟ اه يا دكتور، برضه ما طلعت تاني. في مشكلة عندك في الانترنت باين او حاجة، مش ظاهر عارف. كده. بعد كده عندنا الـ Objectives and Function of Cost Accounting. الـ Objective بتاعت الـ Cost Accounting يعني دي حاجة مقدمة ليها يعني، بس هو بعد كده في البيج التانية اللي هو الـ Following are some of main objectives of cost accounting. هما 3 objectives اللي هما المين بتوع الـ cost accounting يعني. معايا يا دكتور؟ معاك. انت شايف الملف؟ انا فاتح اللي الملف، هما ملف بعد ظهر كده عندك، اللي هو مفتوح عندك؟ انا شايفه، شايفه عندي قدامي على اللابتوب بتاعي، فانا بتابع معاكم على اللابتوب كده. تمام، كمل. اول اوبجكتيف ان هم الثري اوبجكتيفز دول اللي هم او الفانكشنز دول هم اهم حاجه يعني، اللي هم المين اللي بتوع الكوست اكاونتنج. اللي هو اول حاجه تو استيم ذا كوست بير يونت اوف ذا ديفرنت برودكت مانيفاكتشرد باي ا بزنس كونسيرن، وبعد كده تو بروفايد كوريكت اناليسيس اوف كوست بوز باي بروسيس اور اوبريشنز اند باي ديفرنت اليمنتس اوف كوست. وتالت فانكشن معانا او اوبجكت اللي هو تو بروفايد ريكويست داتا اند سيرف از ا جايد فور فيكسينج برايس اوف برودكتس مانيفاكتشرد اور سيرفيس ريندرد. اوكي، دول التلات 3 اوبجكتيف بتوع الكوست اكاونتنج، هم معروفين يعني، احنا مش محتاجين يعني نتكلم عنهم يعني، او ممكن نترجمهم بس عادي يعني. عندنا بعد كده ال relationship between the cost accounting and the accounting informatization، اللي هم ال relationship between المعلومات المحاسباتية اللي هو ال main body بتاع الموضوع وال cost accounting بقى. يعني حاجات صغيرة يعني، لكن ال accounting informatization is an effective method to resolve cost accounting challenges. يعني ال accounting informatization دي method بتساعد ان احنا نحل المشاكل والعواقب اللي بتواجه ال cost accounting. And the cost accounting provides a platform for accounting informatization playing a role. وهما الاتنين دي مع بعض يعني، ال accounting وال cost accounting والاكاونتنج انفورماتيزيشن. والاكاونتنج انفورماتيزيشن كان هيلب كوست اكاونتنج تو ريزولف تشالنجز اند ديفلوب، بتساعد الكوست اكاونتنج في ان هي تحل المشاكل وتتطور دايما دي يعني، اللي هي الايه المعلومات المحاسباتيه اللي هو المين بادي بتاعها. وبعد كده عندنا الاكاونتنج انفورماتيزيشن اون ذا امباكت اوف كوست اكاونتنج، تاثيرها على الكوست اكاونتنج. ان الاكونت الاكونتنج انفورميشن دي انفورميشن بقى عامه، الاكونتنج انفورميشن عامه بقى اللي هي اللي هي منها الاكونتنج انفورميشن يعني. اون ذا امباكت اوف كوست اكونتنج مينلي ثرو ذا كوليشن اند بروسيسنج اوف كوست اكونتنج انفورميشن تو هيلب كومبانيز تو ريديوس كوست. احنا بنجمع معلومات وداتا في ان احنا ومعلومات ان احنا بنساعد الشركات نقلل التكاليف للشركات بالظبط. احنا بنجمع المعلومات وكده اكورد، وبعد كده اكوردنج تو بيرشيس برودكشن تو اناليسز اوف هاو اكاونتنج انفورميشن تو اسيست انتربرايز تو امبروف مانجمنت اند افشنسي تو ريدوس كوست. طبعا زي